فكرتني، ده انا في مكالمة مهمة جدا عايز اعملها. سوري يا اشرف، بعد اذنك. ولا يهزك. الو، ايوه يا داليا يا دبوس، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. اتكلمت كتير؟ معلش بس انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد. تمام يا حبيبتي. الله، صحيح يا بت، انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عينين خضره ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان اللي في رقبتك دي قرصه نحله؟ ها زكاش. امال هيعمل ايه بقى لو شاف الخربوش؟ ايه ده؟ التليفون قطع وهو على ودني وانا بتكلم. معقوله كده الناس تقول عليا ايه؟ اهبل. بيجي خد بيجي على الزرار فبيقفل. الو، ايوه يا دودو، معلش يا حبيبتي الخط قطع وانا بتكلم. دودو مين يا استاذ؟ انا صبري بواب. يا دودو، الجزار جاب الفخده وحطها في الثلاجه. او حاسبيه يا حبيبتي، حاسبيه بس بقول لك ايه، اوعي يضحك عليكي كده زي الرجاله اللي انت ماشيه معاهم. ماشي معاهم يا بيه. ده انا صبري بواب. انت مش شايفني؟ يلا باي باي. باي يا دودو، باي يا دالي. معكش اخضر؟ ها، مش عارف الاخضر راح فين. كان معايا اخضر هنا. لا مدي. واحد اثنين ثلاثة. ايه عايز ايه؟ انت كنت بتكلم مين؟ خمسة. واحدة كده، واحدة من اللي انا اعرفهم يعني. سبعة. واحدة مين يا عم؟ يا سيدي واحدة بروش معاها. عايز ايه بس يا اشرف؟ بتروش معاها لغاية فين؟ طب اسمها ايه؟ اسمها داليا. داليا مسمار، داليا مفك، داليا دبوس. داليا دبوس ليه؟ دبوس؟ انت اكيد تعرفها على فكرة. دي صاحبة ريهام مراتك. بقولك يا مجدي ما تصيعش، على فكرة انا يعني علاقتي بيها مجرد كلام كده وبس، وهي اللي رمت نفسها عليا. لا يا شيخ. عليا انا الشويتين دول. شفت عامل ازاي؟ ايه؟ شفت شعرها وعينيها والدب فيها رصاصة ولا بقها وشفايفها وسطها والرجلين بقى تحت اللي عامله زي دبوس الفرخه. اديني موبايلها والنبي يا اشرف، اديني موبايلها. موبايلها ايه؟ مش حد. مش بكلم حد والله. ده البواب، ده صافي البواب. اديني موبايلها عشان خاطري. يا لا، انا اللي محتاجها. انا عايز واحده تلبس لي قميص نوم، مش بدله كراتيه وحزام اسود. والله الحقيقه كلنا محتاجين كده. لا بس برضو برضو يا اشرف برضو ما ينفعش. انت صاحبي وريم صاحبتي. انا منظري ايه دلوقتي؟ خد بالك مراتك كده تقريبا شمت حاجه. يا نهار اسود، شمت؟ وانا لو سالتني هقولها انا صاحبتي. ايوه يا بابا. ايوه حبيبتي. يا بابا انا عندي اجتماع مهم دلوقتي. مع المديرين الكبار بتوعي. اعدي اجيب الشغاله وانا جاي؟ حاضر يا بابا. اعدي على خطيبها الاول؟ حاضر يا بابا. واجيب بيض؟ لا طبعا هجيب بيض وانا جاي. حاضر يا بابا. ايه تاني يا بابا؟ حبيبي الدب ده. تجيب كلاب النادي؟ ازيك يا ممدوح؟ ممدوح مين؟ ممدوح فرج طبعا. انت ناقص لك بس تقولي هاي. انت لمي نفسك احسن لك. بقول لك ايه؟ انا جاي اقول لك ان اشرف جوزك متلصم وعلى اخره، لمي الدور يا ريهام عشان جوزك ما يطيرش منك. انت بتدافع عنه ولا عن الست دبوس هانم؟ وانا اعرف دبوس هانم دي منين اصلا عشان ادافع عنها؟ انا عمري ما شفتها اساسا. وبعدين والله العظيم هو حلف لي 100 يمين النهارده انه هو ما اعرف هي اللي بتلاقح جدتها عليه. طب وقرصه الرقبه؟ يا ستي ده كان سؤال بريء منه. بريء برضه؟ دنيق، ارتحتي؟ انا نفسي افهم بس، عايز اعرف حاجه واحده. فين ريهام صاحبتنا الرقيقه اللطيفه الجميله؟ بتعملي ايه؟ لا مش دي. فين فساتينك؟ شحتيها؟ وبعدين كاراتيه ايه اللي بتلعبيه ده يا ريهام؟ ما خلاص بقى، ما تلعبي اي حاجه تانية. ما تلعبي كونكت فور ولا سودوكو ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس سيبك مني انا دلوقتي. ناني هاي. انت تعرفيها؟ صاحبتي من زمان، وعلى فكره سالت عليك قبل كده كذا مره، معجبه بيك. هو مش مرتبط على فكره. لا والله.
يا عبيط، امال انا جايباك ليه؟ عشان كده؟ ايوه. تعالي. دي طويله. اه. هاي يا ريدي. هتعرفها فعلا. مجدي. هاي. اهلا. هاي. ناني. اهلا وسهلا. إيه، انتوا ممكن تروحوا تستنوني في الكافيتيريا تشربوا حاجه لحد ما اغير هدومي واجي لكم. ما تجيش. اوكي اوكي، ما تاخريش. اتفضلي. باي. بنت ريهام انت اجدع واحده من صاحباتي. جاي، اتفضلي اتفضلي. ايه ده؟ يا بنت اقعدي بقى في الكلب ده. انت ممكن تقولي ناني على فكره. الله، ما قلتش. ما قلتش ايه؟ يا ناني. اه هقول هقول. حاضر حاضر، اول ما تيجي فرصه هقول على طول. عارف؟ ما قلتش عارف. هقول والله العظيم ومصحف شيف هقول، بس هجمعهم كلهم مع بعض واقولهم. عارف ويا ناني وكله. حاضر. انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص. حقيقي؟ يا لا، انت وفرتي عليا كلام كتير وتفكير كنت عمال افكره من الصبح. طب كويس. بص، مين دول؟ بابا وماما. ما شاء الله، طايقت قوي، ربنا يخليهم لك. ماتوا، ربنا يرحمهم، في حادثه طيارة. يا ساتر. بس سبحان الله، برضو انا يعني بابايا ومامتي ماتوا في حادثه برضو، بس في حادثه عربيه. بابايا كان رسام كاريكاتير ومامتي فنانه تشكيليه. ف يعني وخالك برضو اللي رباكي؟ لا انا ما تربيتش. انت؟ انا ايه، عايزاني اربيكي؟ تعرف ان انا لسه جايه من عند دكتور. دكتور نفساني. يا ايه يا ناني؟ ايه راحت؟ ايه يا ناني؟ في ايه؟ انت مين اللي قال لك؟ هو فعلا؟ ده انا كنت بهزر. وقف من بيت سلطان. ايه ده؟ ايه ده؟ الله! حاجة تعرف يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دي؟ ايه؟ خد صدر يا اخي، خد. حاضر حاضر. خد. حاضر خلاص، خدت واحدة، خدت واحدة. ايه دي يا نيني؟ فين الولاعة؟ انا اسف انا اسف. ايه دي كان هنا؟ اهدي يا ناني، اهدي اهدي اهدي. ابوس ايدي. انا اسف، انا ما وانا يا نهار اسود. الحمد لله انك ولعتيها قبل ما تقع. طب الحمد لله. اهدي اهدي. لا 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 لا. اهدي. انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. بس اطمن، انا كانثى ما عنديش اي تلافات. جاهزه للتزاوج والتخصيب. تخصيب؟ انا من ناحيه الرحم. رحم؟ تمام تمام تمام. وانت؟ لا انا ما عنديش رحم. يعني انا مش تمام بصراحه. انت مش ملاحظه انك انت بتنطي مراحل لسه بدري عليها شويه؟ في اول قعده يعني. انا بحب البوس قوي. بتحبي ايه؟ البوس قوي. البو يعني؟ انا سمعتها صح. انت بتنطي فعلا. اه بصي، البوس يعني تخصيب ومن ناحيه والتزاوج. وانسه ناني اعذريني، انا يا لهوي، ده الساعه لازم امشي. معلش انا اسف. بعد اذنك. طب ولو قلت لك اني عندي اربع حسنات في ظهري؟ هيبقوا خمسه لو سبتيني امشي. اواجههم بقى. لا 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 يا ريهام. لا 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 يا ريهام. اوعى تقولي امك. انت ريح فين؟ يا ريهام. العب العب العب. شوف شوف اهو، شوف حرام عليكي يا اخي. انت هتعرفي راسي اهو. انت كده اه ايه يا بوندو انت؟ انا مش تفتح. ما جيب الكوره يا اخي. تخين. طيب هجوم. انا بائس، انا حزين، انا متضايق، مش عارف اعمل ايه. جننتني جننتني جننتني. انا خايف اسمع كلام غاده ما تطلعش بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي. أكيد مش هتطلع بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي. أيوة كده. سامي، أنت إيه؟ حرام عليك يا أخي، حرام عليك، أنت خلقتها وخنقت نفسك. يا سامي يا حبيبي، طول ما أمك وخالتك بيتدخلوا في حياتك كده، حياتك هتخرب. طب أسمع كلام أمي بس. ولا أمك يا سامي كمان، الله، أمك ووالدتك خلاص يا حبيبي، أنت عايز منها إيه تاني؟ غادة هي الوحيدة اللي مستحملة الإيكو بتاعك ده. ما تطفشهاش بقى. وفين غادة دلوقتي؟ فين غادة دلوقتي؟ ماشي. فين غادة دلوقتي؟ بس بقى بس 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 يا سامي، على طول محسسني ان انا قاعد كده مع اتنين تلاتة. طب بقول لك ايه؟ انا هتكل دلوقتي عشان محتاج اني اقعد لوحدي شوية. احسن برضه. وانا كمان. اه بقول لك ايه؟ انت لازم تقلل السكريات بقى والملح اللي انت بتاكلهم دول. انت ضغطك عالي عالي.
عالي. خلاص بقى عليته زيادة خلاص. شكلك مش عايز تقبض الشهر ده. أنا ماشي. لا يا خالو أنا جاي أهو، جاي أهو يا خالو. وحشتني يا عجل. وأنت كمان يا فرس النهر. طب أنا مش فاهم الباب ده، أنت مش عايز توسع أمه ليه؟ بس عشان لابس جاكيت. إيدك يا سامي، إيدك يا سامي. اتفضل يا عمو. مين سامي ده؟ يبقى مين ده؟ عمو مين؟ ما تقلقش، ده واحد صاحبي، واحد صاحبي. بعد إذنكم بقى أنا مضطر أستأذن. سلام 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 سلام. إيه العيش ده؟ أه أنا معدي على الفرن لقيته بيفحفح، فقلت أجيب لك 30 رغيف تعضهم. شكرا. خد بقى إيه؟ فلوس الشهرين، الشهر المتأخر والشهر اللي إحنا فيه ده. يشوفك اخر يقول يعني جايب لي اراد مزارع دينا ده. حيالله شجرتين كاكا يعني دول مش نافعينك. نافعني نافعني خلاص بقى يا خالو، خلاص بقى نافعني. انما ايش الشكل اللي انت فيها دي؟ ابدا، اصل رايح حفله تقبيل بتاع زميلي عبد العزيز، كتبت فيه قصيده عايز اسمعها لك. مش معقول يا خالو، انت من ساعه ما طلعت على المعاش وانت ما راكش غير حفلات التقبيل دي. يعني يرضيك يا ابني ما اقولش كلمتين حلوين في زمان عمري بعد العشره دي كلها. لا يا سيدي اتفضل سمعنا يا خالو. عبد العزيز صديقي العزيز، كأني افتقدت طاجن لذيذ. طاجن في حزنك مملح، في فرحك كريز. هتحلي كمان. هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل. صندل ده الأستاذ عبد العزيز؟ لا حضرتك طبعا يا خالو. ما هو أنا اللي مضايقني، تخيل صحابي قعدوني مع واحدة خلل وكمان عايزين يجوزوها لي. هو انا واقع الدرجه دي يا خالو؟ ايوه واقع ولازم تخس. شوف مين اللي بيتكلم. بص من الاخر، الستات يخلفوا ويضربوا فانشروا، لكن ما همهمش غير الراجل السنباتي، ما بصوش على اي جوانب حلوه تانية في الراجل. انا نفسي في واحده يا خالو، واحده بس تشوف فيا اي جوانب غير الجوانب دي. خالو انا خالو انا جوعت قوي. انت اتعشيت طبعا؟ ها اتعشيت، بس ممكن يعني انا معاك يعني. هنحتاج نجيب عيش تاني بقى ولا ايه؟ خالي هو انت قلت انك اتعشيت، ما تدوسش في السندوتشات جامد. انا بعض على خفيف يعني. ماشي كان على خفيف اوكي. بص يا سيدي الصور. بص بابا وماما رفيعين قلمين رصاص بيصوروا في الصوره، يبقى انا بقى طلعت من قالك كده لمين؟ اكيد ليك. لا يا حبيبي، انت الفتره اللي جيت قعدت معايا فيها جيت قلين دي تنكر؟ يعني انا قاعد في بيت بيبقى فيه سبق ورواق باللحمه المفرومه الساعه 2 بالليل، عايز نطلع مين يعني؟ تامر هجرس. هو انت عندي احلى من تامر هجرس. بص يا خالو. ايوه بص الصوره دي. ايوه ده حماده السفروت. ايوه اسمه اصلا حماده الاسيوطي، بس احنا كنا مسمينه حماده السفروت. ياما ضربناه على قفاه واحنا صغيرين في المدرسه، بقى رجل اعمال دلوقتي. ايه لما دي عيد ميلاد ده ولا ايه؟ ده عيد ميلاد دينا واحنا صغيرين، كانت هي في ابتدائي وانا في الاعدادي. صدق خالو. دينا دي الوحيدة اللي حبتني وكانت هرياني جوابات عاطفية. انت ما حكيتيش على حاجة زي دي قبل كده خالص. يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي. من الاخر اليومين الخرايا احسن اللانشون لزق في بقي جامد قوي. ليك حق، انا كمان الجبنة الرومي حاجة صعبة. شكرا خالو. تصدق بقى خالو ان انا لسه محتفظ بالجوابات بتاعت دينا دي لحد النهارده. ايام يا واد يا الشاعر. عموما انت لسه العمر قدامك، هتحب وتتحب. نقول لي فرد الجبنه الرومي ده. وانت ايه ما جاش وقتك يعني ولا ايه؟ يا راجل يا طحش انت. جه وقتي. امال ايه اللي حصل؟ بس انا زي ما تقول تقلت عليهم. ده واضح انك تقلت قوي يا خالو. مش عايزك تقدر تغطي اللي انا غلطتها. انت عارف ايه المشكله؟ حلها قبل ما العمر ما يعدي بيك والدنيا تتسد في وشك. انا مضطر اقوم عشان التأبين. على مهلك يا خالو، كان بودي اوصلك. لا خلاص. خد بالك وانت ماشي يا خالي. حاضر حبيبي، حاضر حبيبي.
مجدي، انا مسافره مع بابا وماما ومش عارفه فين. هتوحشني قوي وهفتكرك دايما وانت ماشي جنب باص المدرسه وانا برمي لك الجوابات. مش هنساك ابدا، وانت كمان ما تنسانيش. صاحبتك دين. مش هنساكي. دينا بكر الزهيري. هاي دينا، انا مجدي مكاوي زميلك في المدرسة. لا ردي، انا مش فاضي. هما 3 دقايق لو ما رديتيش مشغول. تنتحب ولسه عايشه بيت الشغاله اللي كان هناك دي. ربنا كبير. ها ماجز مستعجل على ايه؟ راح ابعت لي صورتك بسرعه، هموت واشوف شكلك. اولها كده ابعتي انت صورتك. لا يا عم انا بطلع في الصور زباله، ابعت انت. ومين سمعك؟ انا كمان بطلع ازبل منك. ها ها ها، بلاش صور، ابعت لي رقمك.